يا مساء الخير ويا مساء الجمال على جميع مشاهدي برنامج كلام مهم وحلقة جديدة من برنامجنا معاكم النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون تكملة لموضوع الحلقة بتاع المرة اللي فاتت واللي كان بيتكلم عن قضية الطلاق. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الأسباب أو أهم الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، كان منها مثلا الخيانة الزوجية، كان منها ان الراجل ممكن يطلع بخيل، كان منها جواز المصالح، كان منها جواز الصالونات، كان منها اسباب كتيره كتيره جدا ناقشناها الحلقه اللي فاتت. ولكن الحلقه دي بقى ان شاء الله هنناقش فيها اللي بيحصل بعد ما يقع الطلاق. الست تيجي تتطلق وتقول لك ايه، انا مش عارفه ايه هي الحقوق اللي ليا وايه هي الحقوق اللي عليا، سواء كان طلاق عادي او سواء كان خلع او كان طلاق للضرر او حتى كان جواز عرفي. هنتكلم في كل الحقوق بتاعه الزوجه الخاصه بكل كيس او كل قضيه من الحاجات اللي احنا لسه ذاكرينها دلوقتي دي. هيكون معانا ومعاكم النهارده محاميه شاطره جدا ومتخصصه في القضايا الخاصه بالاسره، هتشرفنا النهارده ان شاء الله في الحلقه. فاي حد عنده سؤال خاص بالطلاق، بالخلع، بالطلاق الغيابي، اي حد عنده مشكله خاصه بالمواضيع دي يقدر يكلمنا على ارقام البرنامج اللي ظاهره دلوقتي قدامكم على الشاشه. هعرفكم بضيفتنا الجميله ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وموضوع حلقتنا النهارده خاص بالجزء التاني لقضيه الطلاق. عايزه اقول لكم ان النهارده ان شاء الله باذن الله منورنا في البرنامج ومشرفانا استاذه ياسمين كفافي، محاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. ازيك ياسمين؟ اهلا بيك. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. منورانا ومنوره الدنيا. بنورك انت اللي منوره. ياسمين، تفتكري ايه هو السبب الرئيسي دلوقتي في الارتفاع الرهيب اللي احنا شايفينه دلوقتي نسبه الطلاق؟ بصي هقول لك حاجه ممكن ما تصدقيهاش، هو الاعلام يعتبر جزء كبير من الاسباب الرئيسيه لنسبه الطلاق. الاعلام؟ مشاكل بقى تانية، المتطلبات بتاعة الحياة زادت، أسباب مادية كتيرة، أسباب خيانة برضو. بس الخيانة على فكرة أحيانا بيعدوها وبنقف عند الأسباب المادية، أن تحس أن في عدوى طلاق انتشرت. تمام، حقيقي فعلا. بصي أنت قلتي نقطة جميلة جدا أنا عايزة أقف عندها شوية. قالت أول حاجة يا جماعة لو لاحظنا أن هي اتكلمت عن الإعلام. الإعلام دورنا احنا كمذيعين، الصراحه انا بشوف بعض المذيعات او المذيعين مش هنقول اسامي بيطلعوا يتكلموا ان ازاي تسيبي حقك من الراجل، انت لازم تاخدي حقك من الراجل، ازاي هو يكلمك بالمنظر ده، فين كرامتك، فين اسلوبك، فين سيطرتك، فين الكلام ده كله. تمام، تبتدي تهاجم الراجل وتنسى دايما ان الراجل ده هو اللي فاتح البيت بتاع الست دي. تمام، ممكن الست دي تكون متخانقه مع الراجل خناقه بسيطه جدا وقاعده بتسمع حضرتك، تمام، وتسمع صح. توجيهاتك اللي هي دايما بتقوميها، بتقومي الست دي على الراجل دايما، فتبتدي تاخد يعني حافز مش كويس بالنسبه للراجل ده، وممكن الموضوع يوصل لطلاقه. وعلى فكره فعلا زي ما انت قلتي الموضوع كبر من خلال الاعلام، لان في ناس بتطلع بدل ما هم وظيفتهم يكونوا مذيعين حياديين، تمام، بيبقوا دايما مع الست ضد الراجل. ده حقيقي. تمام، وبدون مبرر. بالظبط كده، يعني ممكن هي بانيه كل الكلام عن تجربه شخصيه. تجربه شخصيه، يبقى يعني كل واحده عندها مشكله سيئة. بقى تطلع تهب على الناس دي. ممكن يبقى عندها تجربه سيئه مثلا. تمام، فهي بقى يعني خلاص هي شايفه ان كل الرجاله بقوا مش كويسين، كل الرجاله خاينين، كل الرجاله لازم نقف لهم. فدي مشكله كبيره جدا. اولا هي ما سمعتش من الطرفين، هي ما تعرفش البيت ده ماشي ازاي فعلا. ممكن تكون المشكله اساسا بسيطه وعبيطه جدا وهي تفضل تكبرها في دماغها، تقولها ما دام عمل كذا يبقى هيعمل كده بعد كده، يبقى بعد كده. يعني كل الكلام ده يعتبر تسخين حقيقي. الست الموضوع يكبر في دماغها وتقول لا ده انا لازم اتطلق واعيش حره وكل الكلام ده. بس انا حابه اوجه بس نصيحه ورساله لكل ست بتشوفني دلوقتي، يا جماعه اي حد بيقومكم على جوازاتكم ما تسمعلوش، لا، ما حدش عارف بيتكم ده في ايه، ما حدش عارف مدى العلاقه اللي ما بينك وما بين جوزك دي عامله ازاي، ما ممكن يكون خلاف بسيط جدا وان انت تروحي تسمعي حاجات زي كده فالموضوع يسخن معاكي والموضوع يوصل لطلاقه، وعلى فكره هتكون هي اللي شايله الوزر في الاخر. يعني تمام، احنا ما بنفكرش ايه اللي ممكن يحصل في الكلام اللي انا بقوله دوت وهيودي الست دي ببيتها لفين، ده في ممكن اطفال تتشرد، في بيوت تتخرب، في ستات تتطلق. لا، لازم نتعلم ان احنا نكون حياديين. ورسالتي ليكي ان انت ما تسمعيش لحد، لا، انت والله انت اضرب بيتك واضرب جوزك وما فيش اي مشكله ما بتتحلش، كل المشاكل في الاول وفي الاخر بتتحل. طب يا ياسمين خلينا نرجع تاني لموضوع الحلقه واللي بيتكلم عن حقوق الزوجه عندما يقع الطلاق.
تمام. في ستات كتيره قوي بتتطلق وتقول لك ايه، انا مش عارفه دلوقتي، طب انا اتطلقت، طب انا من حق العيال، طب انا من حق المنقولات، طب انا هيصرف عليا، طب لو ما صرفش هعمل ايه. تمام، فخلينا نمسكها جزء جزء. نبتدي مثلا بالطلاق. تمام، اوكي. ايه هي حقوق الست عندما يقع الطلاق؟ لو وقع الطلاق من جانب الرجل، مش ما كانش خلع، يعني طلاق، سواء طلاق عند مأذون، عند مأذون او غيابي، تمام تمام، في ليها حقها نفقة العدة ونفقة المتعة، نفقة الصغار دي في كل الأحوال سواء خلع او طلاق، مسكن الحضانة لو كان عندها أطفال، تمام، وقائمة المنقولات ومؤخر الصداق يعني بتاخد حقوقها كاملة كاملة. في حالة اه الطلاق اه ده، الطلاق العادي، بالظبط. تمام كده. طيب لو في حالة الخلع، في حالة الخلع بتتنازل عن كل شيء، تمام، بتتنازل عن المؤخر، بتتنازل عن نفقة المتعة والعدة، ملهاش أي نفقة هي شخصيا، اللي بتاخده بس قائمة المنقولات، ولو كان عندها أطفال بيبقى عندها ليها الحق في مسكن الحضانة. ثانية واحدة، يعني هي أكيد برضو بتاخد فلوس للأطفال دي، صح؟ نفقة ليهم هم. ليهم هما، يعني هي ما بتاخدش ليها هي بس بتاخد ليهم هما. لا ليهم هم، ليها هي ما بتاخدش أي حاجة خالص. طب النفقة دي مثلا لو جوزي بيشتغل وبياخد مثلا سي مرتبه، خلينا نتكلم في العادي والطبيعي، من 3 ل 5000 جنيه، ممكن يطلع لها قد ايه لو هي خلعت؟ بصي هقول لك على حاجه، سواء في الخلع او في الطلاق، لو الموضوع هيوصل لمحكمه هيبقى حسب القاضي ما هيحكم، لان في بيحصل تلاعب كتير، طبعا بيحصل تلاعب من الزوج احيانا، ان هو ممكن ناس بتستقيل من الشغل عشان يجيبوا ان هم خلاص ما بيشتغلوش دلوقتي، ممكن استقاله سوريه، تمام. فالقاضي احيانا كتير ما بيصدقش، وبيشوف برضو المهنه في البطاقه، وبيشوف ما بيبقاش في تحريات في الموضوع دوت، في ممكن تحريات، ما هو التحريات مش دايما بتبقى مظبوطه، تمام، مش من قبل القضاء، لا من قبل التلاعب بتاع نفسه بتاع الناس، تمام، فاهماني ازاي؟ الكميه بتاعت النفقه دي حسب ما يتراءى للقاضي. يعني هو بقى بس، يعني ممكن، يعني ما اقدرش اقول لك مثلا هو بيقبض 5 فهي هتاخد 2000، يعني تقريبا ده ممكن هو يحكم باكتر من 5. والله العظيم. والله. بس ازاي يحكم اكتر من، لو هو مثلا عنده املاك تانية، لو عنده لو املاك، عنده اراضي مثلا، لو هو شايف نوضح ان للناس هو عشان ميسور ايه. الحال، لو هو شايف ان هو مثلا عنده اكتر من عربيه، عنده اكتر من شقه، اكتر من عقار، تلاقي القاضي هو انت بتقبض 5، طب النفقه كذا، اكتر من 5 والله. فهو مش حاجه مستقره او حاجه ثابته، بس هو اللي ممكن يتعمل الحجز على نسبه من المرتب بتاعه لو هو امتنع. بس انا عايزه، انا عايزه اقول لك على حاجه، هو الموضوع لو انتهى بشكل حضاري ومحترم الموضوع ممكن ما يوصلش المحكمة اصلا، تمام، يعني في حاجة اسمها عقد اتفاق، ممكن يقعدوا يكتبوا عقد اتفاق مع مين بقى، مع محامي مختص، مع محامي، تمام، نتفق على البنود اللي احنا عايزينها، هنعمل كذا، هناخد كذا، هاخد كذا في الشهر، وعقد اتفاق ده بيخضع للقانون، بيقولوا في اخر العقد بند بيخضع مثلا لمحكمة كذا، يعني يحاسب عليه القانون بالزبط. ايوه، لو حد لحد فيهم لو مثلا حد خل بالالتزام. اوكي، تمام، بس حلو. يعني انا بناشد الناس ما يوصلوش المواضيع للمحاكم، يعني نقعد نتكلم مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين بكل الطرق، عشان الموضوع ما يخلصش بمحاكم، وخصوصا لو في اطفال. بس في رجاله كتير بترفض الموضوع اكيد دوت. اكيد في رجاله يعني كتير بس بترفض، يعني مش برضو، يعني مش هنظلم الجزء وفي ستات التاني. كتير بيتهموا الرجاله بحاجات ما حصلتش، يعني انا اعرف رامي مثلا بلا ده حقيقي، يعني مثلا جات لي قضيه قبل كده، واحده خدت العفش بتاعها وراحت رفعت بيه تبديد منقولات، يا نهار ابيض. واتحجز على فين جوزها بقى؟ طب وهي بتسحب العفش كده وبتنزله، سحبته وهو كان مسافر، يا نهار ابيض، بالليل يعني في وقت ما حدش خد باله خالص، وسحبت العفش إن كله. ان كيدهن عظيم. انا بقول لك برضو انا ما اقدرش اقول ان الرجاله كلهم غلطانين في كل حاجه، طبعًا. لا في ستات برضو مفتريه، وفي ستات يعني دي تعتبر شهاده زور ان هي راحت قالت خلاص هو خد. هو وزره، هي هتستحمله، بالظبط، هي اللي هتشيله في الاول وفي الاخر، بالظبط. طب قولي لي يا استاذه ياسمين، هو في بعض الحالات مثلا اللي انا ممكن اروح فيها ارفع قضيه خلع والمحكمه ترفضها؟ لا ما حصلتش بصراحه، يعني ما فيش اي، ما حصلتش مهما كان السبب. طيب لو مثلا
انا الراجل دوت انا خلعته خلاص تمام، وعدى مثلا سنه انا ما روحتش رفعت مثلا قضيه ان انا عايزه اخد النفقه بتاعتي او نفقه الصغار، ينفع اخد دوت باثر رجعي؟ ينفع المدارس مثلا، يعني دلوقتي لو هو امتنع عن دفع مصاريف المدارس الست بتدفعهم، وبعد كده بتقدم الايصالات بتاعه الدفع للمحكمه. لو دفع مثلا 3 4 سنين فاتوا، المحكمه بتحكم بال3 4 سنين، القاضي بيحكم ان هي تاخد كل الفلوس اللي هي دفعتها وصرفتها على تعليم الصغار. وفي حالة ان هو رفض، لا امتنع عن الدفع، بيتحبس. بيتحبس الحبس مثلا بيكون مدته قد ايه؟ بيتحبس شهر لمدة ان هو هيدفع او مش هيدفع، وبعد كده بتبقى قضية بقى. يعني بس يعني بيخش في يعني مدته قد ايه مثلا، او مثلا بيقول لك مثلا لو انا لو انت ما دفعتش النفقة دي اكيد في القانون عندكم ليه مدة عقوبة هو معينة في السنين. بيتحبس الاول مبدئيا شهر شهر لحد بقى، بعد كده ممكن ما المحكمة يحجزوا على تبت بقى في املاك، الموضوع ممكن يعني. يحجزوا على حاجات عشان ينهوا الازمه بتاعت عدم دفع المصاريف. طيب نخش في حتة الطلاق العادي تمام، عشان احنا برضو لسه ما اديناش يعني الطلاق العادي وضعه شوية. امتى يسقط حق الزوجة في النفقة بتاعت العدة؟ يسقط حقها لو هي، لا ما يعني هو ما يعني هي حقها ما دلوقتي بيسقطش نفقة العدة دي اللي هي بتبقى 3 شهور. تمام، يعني في بس في ناس بتاخدها وفي ناس ما بتاخدهاش. هي ممكن تتنازل عنها. خلي بالك ان ممكن يحصل طلاق عادي مقابل ان الست تتنازل عن كل الطلاق اللي هو طلاق على ابراء. يعني ممكن بدل ما هي مثلا تعمل قضية خلع، ممكن يتفقوا مع بعض فيما بينهم ان هم يعملوا طلاق على ابراء، ان هي تبريه من كل شيء، من نفقة العدة ومن نفقة المتعة ومن المؤخر ومن كل ده حاجة. بديل الخلع بقى فعلا. يعني بس هي في رجالة ما بتوافقش وفي رجالة بتوافق. بس فلو هي اتفقت على ابراء، يبقى هي كده خلاص مش تاخد نفقة العدة وما ينفعش تطالب بيها. طب انا مثلا دلوقتي معايا اولاد، بص انا هديك كل المقترحات كل اللي بتيجي في دماغ الست دلوقتي ايوه تمام. انا دلوقتي معايا اولاد خلاص، والولاد دي انا بدفع لها مدارس وفي زياده سنويه وبيكبروا فمتطلباتهم بتزيد بتزيد تمام، اكيد فهل ينفع ان انا بعد كده اقدم طلب للمحكمه طبعا، تمام رفع النفقة بالزياده طبعا، بتاعه النفقه ان انا زيادة عايزه ارفع نفقات النفقه او ازودها؟ طبعا. وممكن هو بقى يعمل استئناف على الحكم. يعني هو ممكن لما تقدم الطلب اللي هو زيادة النفقة يتوافق ويضيف الجزء مثلا سي 500 ألف أيا كان يعني. وممكن الزوج بعد كده يعمل استئناف على الحكم طب حلو جدا. بحيث يتلغي أو يتقلل شوية أو كده، بس هو ما بيتلغيش عادة يعني. ما بيتلغيش. لا اوكي طيب، امتى في حالة الطلاق العادي برضو امتى بيسقط حق الزوجة في الحضانة؟ لما تتجوز لو اتجوزت بتروح الحضانة لمين؟ احكي لنا بقى بتروح القصة بتمشي الحضانة. ازاي. هقول لك يا ستي، الحضانة بعد ما الزوجة بتتجوز بتروح لمامتها. بعد مامتها، لا يعني لو مامتها مثلا عندها ظروف صحية مش مناسبة، لأن الظروف الصحية مش مناسبة برضو تمنع عنها الحضانة، تروح لأختها. لأختها هما يعني هي بتروح الأول الستات اللي في عيلة الأم، وبعد كده بتروح لمامة الزوج، لو مامة لوالدة الزوج مثلا الزوج، متوفية بتروح للزوج بقى. بتروح للزوج. ودي حاجة بصراحة أنا برضو شايفاها ظلم للراجل. ليه بقى؟ احكي لنا. هقولك يعني زي ما بقول في ظلم للست بقول في ظلم للراجل. أنا شايفة إن في رجالة كتير بيبقوا جديرين بولادهم أكتر مثلا من الخالة. يعني هو أقرب لبنته من خالتها. في حالات طبعا بتبقى سيئة جدا ان هو يكون متجوز واحدة تانية، والواحدة التانية دي بتعامل معاملة سيئة. انا بتكلم على يعني على الناس الطبيعية. الناس الطبيعية، انا عايزة اقول لك انا ان الناس بتكلم عن الطبيعية الناس دلوقتي الطبيعية. اكتريتها اصلا بترفض ضم حضانة الولاد بالظبط. اللي هم الام الابهات. لا، وبشوف حالات كتيرة جدا الام مش عايزة الولاد. يعني بصراحة في حالات عجيبة. الام تروح، زي كان في لسه حادثة قريب، الاب راح سابهم بتاع بير السلم، الاطفال بير السلم. وراحت الام، راحت اتكلمنا سابت عليهم لهم الحلقه دول، اللي فاتت. حاجه صعبه جدا يعني بصراحه. ايوه عندك حق. ففي الحالتين ايوه فعلا. بس والحضانه ساعات بقى ناس بتتمسك بيها لمجرد العند. طبعا ساعات بياخدوها فعلا عشان كعند. اذى هو فاكر ان هو بيأذي الام،
وهي فاكره ان هي بتاذي الاب. طبعا. هما في الحقيقه بيأذوا الاطفال اللي هما حاسين ان هما منبوذين من الام ومنبوذين من الاب. ايوه صح. انا قلت الحلقه اللي فاتت وهقولها وهفضل اقولها، يا جماعه يوم ما تفكروا ان انتوا تنفصلوا انفصلوا بالمعروف زي ما دخلتوا بالمعروف، ومش انا صح. اللي بقول كده، ده ديننا تمام هو اللي بيقول كده، يعني انا ما صح. بجيبش الكلام ده من عندي. والله يا ابن الناس احنا النهارده ما اتفقناش كل واحد فينا يروح لحاله، بس بنفس الادب وبنفس الاحترام وبنفس الدخله اللي انت دخلتها في بيتنا دي في يوم من الايام، يوم ما تيجي تخرج منه تخرج بنفس الدخله اللي انت دخلتها في يوم من الايام. صح. ده هيأثر بعد كده في نفسيه الاولاد لما يجوا يكبروا، هتطلعوا لنا جيل ناضج، هتطلعوا لنا جيل ما عندوش عقد نفسيه. ونحط بقى تحت كلمه عقد نفسيه دي 15 20 خط، لان احنا ما بنشوفش ده غير لما الاولاد بتكبر بعد كده ويجوا يتجوزوا. العقد النفسيه اللي شافوها بقى طول سنين حياتهم وهم صغيرين بيكرروا نفسها تاني في بيتهم، فاحنا كده ما بنحلش، لا ده احنا بنعك الدنيا اكتر. بس بقى مش ما بيني وما بين مراتي ولا ما بيني وما بين جوزي، لا ما بيني وما بين عيالي وما بين مستقبل هيكبر بيهم بعد كده ان شاء الله. يعني النصيحه دي بجد انا نفسي الناس كلها تعمل بيها، خلينا يعني نحسن التعامل بيننا وما بين بعض. يعني خلاص ما فيش ما بيني وما بينك دلوقتي موده، ولا في ما بيني وما بينك رحمه، يبقى ننفصل بالمعروف، ننفصل بالمعروف. طيب نرجع تاني لموضوع الحلقه، وخلينا ناخد نقطه تانيه اللي هي ايه بقى، نقطه الطلاق للضرر. تمام. في ست مثلا تيجي تروح مثلا لمحاميه تقول لها بصي انا عايزه ارفع قضيه، بس انا مش عارفه ارفع قضيه خلع ولا ارفع قضيه طلاق ولا ادفع قضيه طلاق للضرر ولا ارفع ايه. تمام تمام تقوم الست قالت لها ايه، لا المحاميه مثلا او المحامي هو احسن حاجه فيهم كلهم مثلا هي الطلاق للضرر. ايوه تمام. قولي لنا بقى مميزات الطلاق للضرر، او احكي لنا عن بصي الطلاق هي مش للضرر. مميزات هو ليه هو بصي هقول لك، هو مميزاته عن الخلع قصدك، قصدك في الحقوق مثلا. هحكي لك دلوقتي، ناخد بس سيد تمام. استاذ سيد ونرجع تاني للحلقه. اوكي معانا استاذ سيد. الو الو السلام عليكم. ازيك يا استاذ سيد؟ ازيك يا فندم، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل معاك السيد الصفتي مدرس لغه عربيه جامعه الازهر. اهلا بيك يا فندم نورتني. اهلا وسهلا. هو بس عاوز اعقب على مميزات الطلاق دي، بس لان هو الطلاق ملوش مميزات عامه، يعني ده هو هدم للحياه الاسريه او هدم طبعا. الحياه الزوجيه عامه، طبعا مش ملوش مميزات اصلا يعني. لا ما انا فاهمه، لا بس في بعض، لا المميزات اللي هي مثلا الست ممكن تستغلها لما تتطلق، اللي هو مثلا اسوأ الاضرار بالنسبه للست، ما هو مش هيبقى أيوة. بقى طلاق وخراب ديار، يعني هي هتبقى هتتطلق بس ليها حقوق هتاخدها. هي يا فندم ليها حقوق، بس برضه عايز اتكلم في نقطه. اتفضل. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ادى للمرأة حقوقها، يعني مش من اليومين دول، ده من سنين السنين يعني. ايوه بس في نقطه يا فندم كنت يعني عاوز احب ان انوه عنها. اتفضل. ان يعني احنا بنقول حقوق المراه او حقوق مثلا الست بصفه عامه، سواء كانت حاضنه او غير حاضنه او عندها اولاد او ما عندهاش اولاد. انا كنت بس عاوز اعرف سبب الطلاق. ايه هو سبب الطلاق اصلا؟ طب ما تقول لنا، قول لنا. طب انا عايز اسالك من وجهه نظرك انت استاذ سعيد، ايه هو اسباب الطلاق مثلا اللي هي خلت الطلاق بقى مرتفع بالشكل دوت؟ يا فندم احترامي ليكي، اتفضل. انا في بلد تبع مدينه المنصوره. تمام. بلد فلاحين في المنصوره. البلد دي تقريبا ربع البلد مطلق، ربع البلد، وانا لست مبالغ يعني، ربع البلد حتى في المحافظات العدد طلاق. انا في قريه من الارياف يا فندم، انا قريه تبع مدينه المنصوره اسمها برق العز، تبع المحافظه تبع المنصوره، مركز. أيوة. المنصوره ربع البلد عندنا متطلق. ليه يا فندم؟ لانه بيتجوزوا هم عندهم 16 سنه و15 سنه، ما وصلوش السن القانوني. ايوه بس ربع ازاي البلد، وانا مش مبالغ في الكلام ده، انا لست مبالغ في، لان ربع البلد متطلقه، لان الزواج المبكر يؤدي الى الطلاق المبكر. بس فين المأذون عندكم يا استاذ سيد؟ فين المأذون عندكم وهو عارف ان الطفله دي لسه ما بلغتش وقانونا يتحاسب عليه؟ فين المأذون اللي موجود في البلد؟ ابو العروسه وابو العريس بيروحوا للمأذون بيتفقوا معاه، بيكتب ورقه عرفي يا فندم على ما سنها يوفي. يا نهار ابيض. ايوه يا فندم. ورقه عرفي، وبياخدوا شيكات على بعض، لو ما كتبتش مثلا، لو ما سجلتش بنتي هتدفع مثلا 1,000,000 جنيه او 700,000 جنيه، او يعني وليكن مثلا ايا كان الرقم. تجاره. ايوه بياخدوا شيكات. بياخدوا شيكات على بعض. تجاره. ايوه تجاره. وممكن بعد ما يتجوزها 9 شهور تخلف منه، الولد ما بتسجلش اصلا، لان أيوة. امه طبيعي ما تسجلتش. ايوه فهمت علي يا فندم. فانا أفهم. كنت بس عاوز اعقب على النقطه دي، ان الزواج المبكر يؤدي الى الطلاق المبكر. طبعا. فين بقى الموده وفين الرحمه؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول يعني، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة مودة ورحمة. ورحمة. وقال أيضا في موضع آخر وعاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. بس يا فندم مش جدا، عاوز أطول عليكم لأن أنا نورتني يا أستاذ سيد ومكالمتك دي والله العظيم، ألف شكر ليك، ميرسي ليك. الزواج المبكر من المصايب، كارثة، من المصايب اللي احنا بنعاني منها دلوقتي. بس بصي الناس، وبصي كمية التحايل، وبصي كمية النصب اللي ممكن يحصل. يعني انت فين ذمتك كمأذون وكشيخ وبتكتب كده، ها، كب كتاب كده وعهد، ده عهد، عهد ميثاق، تمام، شاهد عليه ربنا، وانت بتزور فيه. لا هو شايف ان هو ان ان الجواز، ما هو انا بقولك تفكيرهم، يعني شايف ان الجواز اشهار، فاحنا كده عملنا اشهار وكاتبين ورقتين، بس الورقتين دول بيترتب عليهم مصايب كتير جدا، ان هم ما بيعرفوش يسجلوا الولد، لازم تعمل قضية عشان تسجل الولد، ودي ان ايه وحاجات كده، الا لو هو راح اعترف وسجله. ما انا يعني تخيلي بقى هو بعد 9 شهور وتجيب طفل وهو مش عايز يسجله، يا نهار ابيض. وما بيترتبش عليه ميراث الزواج العرفي. يعني هي دلوقتي، بس هو خدي يعني هي بالك، كده هو بلا دلوقتي قال بلا نقطه اي مهمه جدا، بيقول لك هما بيبقوا واخدين على بعض شيكات. يعني هو كده كده يعني ضامن حق بنته، حتى بقى هو اللي عريس بعد الشر حصل له حاجه، توفى، بس ولا هي كده تبقى، يبقى مش هدفه الجواز بقى، هو ايوه هدفه التجاره تجاره بقى، تجاره. انا عندي بنتين 3 4 اتاجر بيهم ولم الفلوس. فده مخهم، في ناس محتاجه ان هم مش يتعلموا كتابة وقراية، لا يتعلموا يبقوا دماغهم مفتوحة متفتحة، يفهموا الدنيا ماشية ازاي، يفهموا الآثار السيئة المترتبة على اللي هما بيعملوه عليهم وعلى أولادهم وعلى سمعتهم وعلى كل حاجة. ده المفروض بقى من وجهة نظرك يرجع للآخر، مثلا ان احنا مثلا نزود احنا كإعلاميين برامج كتيرة حملات توعية، مكثفة، مثلا حملات حملات توعية، توعية فاكرة مثلا. كان في حملات توعية بتاعت محو الأمية وحملات توعية بتاعت تحديد النسل والحاجات دي، الحاجات دي على فكرة أثرت، ولحد دلوقتي في ناس حافظة الأغاني بتاعت الإعلانات. ايوه حقيقي. ليه ما يحصلش حملات توعية وتنزل القرى اللي هم يعني مش جهلة برضو كتابة وقراية، لا جهلة في كل حاجة، ليه ما ينزلش ناس يتكلموا معاهم يفهموهم، يعملوا حملة في كل قرية، ومعروف القرى على فكرة بتبقى معروفة في الخريطة، القرية دي مثلا فيها زواج مسيار مثلا، يعني على اي سبيل المثال، القرية دي زواج عرفي كتير، لحد زواج قاصرات، الكلام ده ايوه بيبقى معروف، ليه ما يودوش حملات توعية للأماكن بالظبط، دي؟ فهماني؟ هتفرق كتير جدا. الفقر برضو من أسباب إن الواحد بيلجأ لطريقة التجارة في بناته أو كده، لو هم برضو فهموا ان الفقر مش هو السبب، او ان في اسباب تانية ممكن تخليهم يتراجعوا عن فكرة ان هم يتاجروا باولادهم، مش هيعملوا كده. عندك حق فعلا. فالاعلام ليه دور كبير جدا جدا في ان هم في التوعية. تمام. بس طيب اعزائي المشاهدين، مكملين معاكم حلقتنا النهارده ان شاء الله، ولكن هنطلع فاصل بسيط وارجع لكم على طول، ما تروحوش في حته. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم حلقتنا النهارده، واللي بتتكلم عن قضيه الطلاق. منوراني في البرنامج استاذه ياسمين المحاميه الجميله. نورك ياسمين. خلينا نخش بقى في سؤال تاني، تمام؟ سؤال بيخص ناس كتيره قوي ممكن تكون رفعاها دلوقتي، اللي هي القضيه دي، اللي هي ايه بقى؟ قضيه الطلاق للضرر. ايه هو الطلاق للضرر؟ الطلاق للضرر لما الست يقع عليها ضرر من اي نوع، بس ضرر ضرر، مش مثلا يعني مش خناقه عاديه او كده، ضرر بيبقى ممكن ضرر ان هو اتجوز عليها، ضرر ان هو بيضربها، ضرر ان هو بيشتمها، الضرر بيختلف من حد للتاني، وبرده خلي بالك من طبقه للتانية. يعني القاضي ممكن يحكم بطلاق بالطلاق بين 2 متجوزين عشان شتمها، عشان شتمها؟ حسب المستوى الاجتماعي اللي السيدة اللي رفعت الطلاق فيه، برضو بيبص للمستوى الاجتماعي، يعني هي مثلا ما سمعتش كلام كده قبل كده، عايشة حياة مرفهة، عايشة كذا، عايشة كذا، بس عادة يعني الضرب مثلا، سبب الضرب، والضرب للأسف للأسف الشديد، ونفسي الموضوع ده يعني يعملوا له حل، ان لازم يبقى فيه شهود على الضرب. تمام. طب هل مثلا واحده بتتضرب دلوقتي الفجر مثلا، هتخبط على حد
تجيبوا يشوفها وهي بتطبع. بيستعينوا بمين مثلا او بيستعينوا بمين في الحالات دي؟ شهود مين يعني؟ أو. ممكن الجيران. أه. ولازم الجيران يبقوا شافوا الضرب او سمعوا مثلا، يعني في ناس بس الضرب ساعات بيوصل للناس ان هو مثلا معلمين، وفي واحده قبل كده قتل مراته يعني بقى. ما هقول لك بقى على حاجه بيتطور. في ناس بتخاف ان هي تروح، يعني دلوقتي مثلا كان في عندي حد جوزها ضربها لحد ما وشها اتبهدل خالص. طب روحي اعملي محضر، طب روحي عشان تضمني حقك، صالحها. تمام. ضربها تاني، ها طب اعملي محضر، صالحها برضو، ضربها تالت، ها خلاص بقى. يعني التلات محاضر دول كانوا كافيلين ان هي تاخد طلاق للضرر. اه انما لما دلوقتي، وبعدين ايه، يفضل يعملها كويس لحد ما اثار الضرب تروح، بعد كده يقوم هو اعتاد ان ويقوم مديها التانية في التالتة. آه. في ناس بتتكلم جدا على الضرب دي، الاثار راحت طب اضربك تاني. ايوه خدي بالك. اقول لك حاجة، يعني انا شايفة ان الستات، في ستات غلابه قوي يا جماعه، والله العظيم احنا غلبانين قوي. يعني احنا بطبيعه الست ست رقيقه وست ضعيفه، في مننا جزء كده مش كلهم يعني. لسه بقول اهو، لسه بقول اهو، في مننا يعني كده جزء يعني ربنا يعين الرجال عليه، تمام. بس معظمنا يعني رقيق المشاعر، رقيق الاحساس. ست يعني ست كده عندها احاسيس ومشاعر. فالست لما بتديك حاجه او بتخدمك او تعمل لك اكلك، تعمل لك شربك، كل ده علشان تخليك مبسوط، تخليك فرحان، ترجع عشان البيت يهتم بيها. ترجع البيت. ما هو بص، قله الاهتمام برضو على فكره. ممكن يكون هو الراجل كويس جدا. صح. جدا صح، ومفيش اهتمام خالص معاكي بالست اللي هو متجوزها، مش شايفها اصلا. فقله الاهتمام على فكره سبب كبير ان هما ينفصلوا. هي حاسه ان هو مش مهتم بيها، مش بيشوف هي بتحب ايه ويعمله، زي ما هي بتشوف هو بيحب ايه وتعمله. طيب ايه رايك ناخد راي ام محمود؟ أوكي. معانا ام محمود. الو، السلام عليكم. ازيك يا ام محمود؟ الله يخليك يا رب، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه يا حبيبتي، اتفضلي. الله يخليك. طب هي بتتكلم دلوقتي الست المحاميه على الطلاق اللي بتضرر، الحمد لله كسبناها، بس هو طلقها برضو عشان ابوها وامها عايزينها تتطلق، وخدت قايمتها وسلمناها. انا عايزه دلوقتي اعرف حقي في الرؤيه او القانون الجديد بتاع الاستضافه ده نزل ولا لا؟ لا لسه. هو هم ماشيين فيه لسه، تمام. يعني بس هو ممكن الزوج يشوف ابنه 3 ساعات، صح كده، في اي مكان، تمام. ده القانون اللي بيسمح بيه للزوج ان هو يشوف بيه الاولاد، صح كده يا استاذه؟ مره في الاسبوع. تمام. وده برده على فكره مش عادل في بعض الاحيان. في بعض الاحيان خلي بالك ان كل حاله ليها حاله خاصه. يعني كل حد ليه حاله خاصه، في بيرفعوا رؤيه ما بيروحوش. طبعا. بيرفعوا عشان يعسفوا الام حقيقي، تمام. وفي بيرفعوا رؤيه لان هم فعلا نفسهم ان هم يشوفوا ولادهم. طب احنا معانا زميل، معانا زميل على التليفون، معانا استاذ خطيب. استاذ خطيب ده محامي. استاذ خطيب، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم، منورنا. تمام، بنورك استقبال. تمام، اتفضل يا فندم. انا كنت بتكلم بس في موضوع الطلاق والخلع. طبعا معظم، انا بتكلم بس بخصوص الخلع دلوقتي، قضيه بيلجا لها ازواج كتير، اللي هي الزوجات بتلجا لها كتير، تبقى لسه ما كملتش سنه وسنتين، بتاخدها زي نظام تجاره حقيقي، لان القانون اصلا جه في صالح المراه، الست في النقطه دي، في النقطه دي بالذات خلاها تتعسف حق الزوج حقيقي. انا بتكلم مع كل الحفظ الحقوق للزوجه المصريه باحترامها باخلاقها، بس في دلوقتي بنات بيلجأوا يتجوز سنه ما تكملش السنه، بعد شهر شهرين ترفع قضيه خلع، تاخد قايمه المنقولات كامله بدون اي حاجه. طب انت يا استاذ خطيب بتايد الخلع ولا من الناس اللي هو اصلا مش عاجبه القانون دوت؟ هو القانون ده لابد فيه تعديل في حاجه بسيطه خالص في موضوع الخلع. قول لنا وجهه نظرك. انا وجهه نظري في قايمه المنقولات بالذات، لانه لسه يكون الزوج شقيان وتعبان ومكلف وصارف وعامل قايمه منقولاته مثلا تعدي ال 200,000 جنيه، ما يلحقش يتجوز شهر فجاه ترفع عليه قضيه خلع. طبعا قايمه المنقولات ملهاش دعوه بالخلع، بتاخدها كامله من اولها لاخرها بالذهب كامل. فانا كنت بقترح، كنا في اجتماع نقابه في فتره، ان احنا في تعديل قانون الاسره بنطالب ان هي تتحط من ضمن المهر. ايوه، لان الست في قضيه الخلع بتعرض على زوجها مقدم الصداق،
ومعظم معدمات الصداق بتبقى في السورية كده 1 جنيه، ربع جنيه 25 قرش، والناس بتكتبها جنيه حاجة دلوقتي. بسيطة خالص يعني. فكنا بنطالب ان القايمة دي تتحط، حتى مش هتتحط كلها، تحط حتى نصها كمهر، اللي هو القيمة اللي الزوج تكلف فيها في موضوع الزواج. عندك حق. نقطة الخلع دي سيئة جدا، هي دي أكتر أسباب للطلاق في مصر. تمام. يعني انا بشغلي بشوف حالات بتجيلي، يا جماعه انتوا لسه متجوزين ما كانت مش عايزاه. تمام، شكرا استاذ خطيب، ميرسي جدا، شكرا لمداخلتك، وان شاء الله نتمنى ان انت تشاركنا في الحلقات الجايه. انا عايزه اقول لك على حاجه في موضوع السنه اللي هو بيقول عليها. موضوع السنه ده هو اول سنه في الجواز او اول سنتين في الجواز بيبقوا اصعب سنتين، لان انت رايحه بيت وهو رايح بيت، انتوا الاثنين بتتقابلوا، عاداتكم وتقاليدكم غير بعض، انت بتصحي بتعملي حاجه هو بيصحى يعمل حاجه، كل الاختلافات مهما كانت فتره الخطوبه طويله. فالجواز اول سنه ده بيبقى اصعب سنه حقيقي. يعني انا مش عارفه تتقبلي يا اما ما تتقبليش. انا مش عارفه هو، بصي اقول لك حاجه، يمكن احنا عندنا حاجات في ديننا غير الاجانب. يعني مثلا الاجنبي بيعمل ايه؟ الاجنبي مثلا بيروح يعيش الاول مع الست بتاعته، يشوفها هل هو اهتماماتهم زي بعض؟ صح. هل هم دماغهم زي بعض؟ هل هم ما ارتاحوش؟ يمشوا خلاص، بيقعدوا مع بعض فتره. بس المشكله ان احنا عندنا هنا للاسف، او مش للاسف، ده ديننا طبعا، وليه كل الاحترام والتقدير، ان احنا ديننا بيحرم دوت. تمام. فاذا الست بتيجي تتجوز بتلاقي نفسها ايه ده مش هو ده الشخص اللي انا قابلته قبل الجواز نهائي. ودي مشكلة بعض الرجالة وبعض السيدات. ليه بقى؟ لأن كل واحد فينا بيبقى لابس قناع. طيب؟ لابس، كل واحد فينا لابس قناع. أنا ببين قد إيه أنا ست جميلة وشيك ورقيقة، وببين كل محاسني، والراجل بيطلع كل حاجة حلوة، قد إيه هو راجل جانتي وراجل شيك، وبص بيخرج وبيشقلب. يجوا يتجوزوا تلاقي الشخصية دي اتحولت مرة واحدة، إيه ده؟ فين الشخص اللي أنا كنت مخطوبة له؟ صح. بيتعامل معاها كأنها مش موجودة بقى، خلاص هو اتجوزها، خلاص هو ضمنها. ضمنها وهي ضمنته. ناس كتير بتعمل كده، ما بيعملوش مجهود ان هما يبقى شكلها، يعني هي الست مثلا ما تعملش مجهود ان شكلها يبقى احسن حاجة في البيت، خلاص بقى لا، تبقى قاعدة في البيت شكلها غريب وكحكة وضربة بوز وكده، وتيجي نازلة مثلا تهتم بنفسها وتبقى شيك وكده. فهو في حاجات كتيره جدا الراجل والست بيعملوها في اول سنه جواز، هي دي اللي بتؤدي للخلع او للطلاق او لايا كان الاسباب الانفصال. يعني استاذه ياسمين بجد للاسف وقت الحلقه خلص، للاسف والله. انت نورتيني وكانت حلقه حلوه قوي بيكي. ميرسي، ربنا يخليك. واتمنى من الناس كلها ان هي تكون استفادت النهارده ان شاء الله قدر المستطاع من كلام استاذه ياسمين ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله ان احنا يكون لينا حلقه ثانيه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، للاسف وقت الحلقه خلص معاكم النهارده، استنونا ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده مع برنامج كلام مهم.